لماذا أنت تقاطع هذا وتدابر هذا وتخاصم هذا على الدنيا؟ هذه الدنيا التي لا تسوى شيء. أنت في دنيا تجدد كل يوم من غدرها، والناس منها في عنيف صراع يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. كل عام وأنتم بخير، وعام الناس كما تحب أن يعاملك الله به، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. أخي رضوان حبيبي، أود من إخواني وشيخنا الفاضل طلب. تفضل، نحن في الخدمة. أتمنى من إخواني أن يقفوا. أتمنى كل واحد منكم يحنك خوه يقول له أنا أحبك فيه.